بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يالنجك، شقة داخل مجمع سكني، واحنا الآن في الدور الثامن. كل دور فيها شقتين، 4 غرف صالة، وأيضا العمارة فيها مصعدين. بنشوف الآن، احنا الآن في الدور الثامن. ما شاء الله تبارك الله، هذا مدخل الشقة. هنا البوابة الرئيسية للشقة. طبعا هذا المدخل كبير وشرح. على يسارنا مباشرة الصالة، مساحة الشقة 210 متر مربع، هي عبارة عن 4 غرف وصالة. زي ما انت شايفين هذه الصالة الكبيرة ما شاء الله. هنا المنطقة هذه ممكن تستخدموها كمنطقة لطاولة الطعام. عندنا البلكونة على مامية ما شاء الله تبارك الله، لها اطلاله جميله على البحر، لها اطلاله جميله ايضا على المدينه والطبيعه. هذه البلكونه، لنا هنا المطبخ طبعا دولي، فيها جاهزه وراكبه. هنا مدخل الشقة، عندنا الانترفون بالكاميرا، طبعا هذا الممر. نشوف الآن الغرف ودورات المياه. هذه الغرفة الأولى، لها اطلالة جميلة على الطبيعة. عندنا هنا الحمام الأول، عربي أكرمكم الله. هذه الغرفة الثانية، أيضا اطلالة على الطبيعة. وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية، فيها الشاور أيضا. هذه الغرفة الثالثة، لها بلكونة خلفية مطلة على الطبيعة، مساحة كبيرة ما شاء الله. هذه الإطلالة. عندنا ميزة ثانية للشقة اللي هي المستودع، المخزن. طبعا هنا مكان الغسالة، وفي مخرج الطوارئ من الشقة. هذه غرفة النوم الرئيسية، لها اطلالة جميلة جدا على الطبيعة والخضار. ايضا لها دريسنج روم، عندنا هنا دريسنج روم لتغيير الملابس. ايضا لها دورة مياه خاصة، شاور هنا الفرنجي. طبعا الشقة في منطقة يالنجك. يالنجك قريبة من المطار، تبعد عن المطار تقريبا 5 دقائق، قريبة أيضا من مركز المدينة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.